أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. يخوض طلاب من مدرسة عمال الأخوة الثانوية الشاملة على اسم المرحوم يوسف شاهين يخوضون غمار تجربة جديدة تتمثل بالبدء بالتعليم الأكاديمي وهم على مقاعد الدراسة الثانوية في إطار البرنامج الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخرا. يعتمد البرنامج المذكور ببساطة على بدء المرحلة الأكاديمية في المرحلة الثانوية لكشف الطلاب على عالم الجامعات والأكاديمية من مرحلة مبكرة، وهو ما قد يمنحهم دافعية أكبر لخوض غمار التعليم بالجامعات والمعاهد العليا. برنامج هذا اليوم يسلط الضوء على هذه التجربة التعليمية، بحيث انضم إلينا للحديث عنها طالبات من مدرسة عمال الأخوة الشاملة، هن ميار جبالي ونايحة جحية ونبا إجبارة. اولا مساء الخير واهلا وسهلا. مساء النور. اريد ان ابدا معك ميار جبالي، ثم نفس السؤال ساسال لزميلاتك. عرفينا عن نفسك، باي صف، باي تخصص، مين مربي صفك او مربية صفك؟ انا ميار عزمي جبالي من صف 11-5، تخصص مدعير فؤاد. علوم طب؟ علوم طبيه بيولوجيا. علوم طبيه هيك التخصص. ماشي. والضيفه الثانيه نبا اجباره. السلام عليكم، اسمي نبا اجباره، نبأ مصطفى جبارة، في الصف 11 4، مربية صف المعلمة حراء أبو راس، تخصصي كيمياء بيولوجيا. كيمياء بيولوجيا. وضيفتنا الأخيرة يا نايحة جحية. أهلا وسهلا، أنا نايحة جحية من صف 11 4، تخصص كيمياء بيولوجيا، مربية صف المعلمة حراء، واللي بتقودنا للمشروع الكيمياء المعلمة دكتور إسراء حجحية. طيب بدي أسأل السؤال الآن معك نايحة جحية، أولا كيف الأجواء في مدرسة عمال اليوم؟ إحنا على أعتاب نهاية الفصل الأول، في امتحانات ثانوية فصلية، شو النظام عندكم هاي الأيام؟ إحنا هسا حاليا بنقدم امتحانات المجان العلامة الواقية، مقدمين على امتحانات البقروت، نتجهز إلها كعدين كما يجب إن شاء الله. ونبأ إجبارة، وصفي لي الأجواء في مدرستكم في هذه الفترة، لأنه عادة فترة امتحانات البقروت أو العلامة الواقية الطلاب بيدخلوا بضغط، وانتم بتعوشوا بمرحله مش عاديه. صح احنا الحمد لله في الطيبه امنين، يعني مش على خط المواجهه، ولكن امس مثلا صفارات انذار، دوي انفجارات. كيف بتمر عليكم هذه الفتره مع الامتحانات، مع الماده، مع المراجعات؟ صحيح احنا بنفوت بمنطقه، يعني منطقة كثير ضاغطة بهي الفترة، بس عنا مدرستنا هي بتشكلنا منطقة آمنة، وطبعا بتدور عنا هي الفترة هاي كثير يعني ضاغطة، بس إن شاء الله الحمد لله يعني إحنا من شد حالنا ومجتهدين. ميار، ذكرتي أنت تخصص علوم طبية، شو صحيح. يعني؟ هذا ما كانش تخصص زمان موجود في شو يعني تخصص زمان، بقصد في على الاقل في مرحلتي انا وانا ادرس الثانوي ما كانش في مدرسه عمال في الطيبه هذا التخصص. شو هذا التخصص؟ خصوصا تخصص علوم طبيه، بتخصص نتعلم علوم طبيه اللي هي مثل القلب، تشريح القلب، طبقات القلب، عن الجسم، عن الهرمونات. تتقدم في الايلو ولا البقروت؟ صحيح. باي مستوى وحدات؟ بت 10 وحدات. 10 وحدات. هل هذا يعني اللي بدرس هذا الموضوع بيكون له ميل انه بعد ما ينهي الثانويه يدرس طب او تمريض او شيء من هالنوع، ولا مش شرط؟ مش بالضبط تماما انه الكل يدخل طب، بس في ميل انه بعض الاشخاص اللي داخلين هاي التخصص يدخلوا علوم طبيه اللي هو مثل الاحوت والممرضه. في اقبال على هذا التخصص من كلا الجنسين، من الذكور والاناث، ولا اكثر في اناث؟ في نسبه اناث وفي نسبه ذكور طبعا. طيب مشان ندخل لموضوعنا اللي حليته علينا ضيفات بسببه، وهو قضيه بدء تعليم المرحله الثانويه من المرحله الجامعيه، من المرحله الثانويه، بدي اسال نبأ الجباره اشرحي لنا عن هذا المشروع، وين تبلشتوا فيه؟ بلشنا بهاي المشروع ببدايه السنه، المعلمه اسراء حجحيه فوتتنا على هاي المشروع، والمدرسة طبعا اللي هي وافقت على هاي الموضوع. الموضوع هو بيجي من جامعة تل أبيب، احنا بنفوت عليه، المعلمة اعطتنا موافقة وفتحت لنا حصة هناك، اللي احنا بنفوت على منظومة كامبوس، وهناك بنفوت وفي هناك حصص، احنا بنفوت على كل حصة كل موضوع وبتشرح لنا اياه بتفصيل، وفي هناك فيديوهات وتجارب من البروفيسور يوسي تسفاديا.
هيك بيتم التعليم فيه. هذا أدخلكم لعالم الجامعة وإن كان عن بعد، يعني اللي بفهمه من حديث زميلتك نباء إنه أنت ما بتروح على الجامعة، بتتعلموا عن بعد في الجامعة. طبعا إحنا بنتعلم بالمدرسة، الحصص هسا إحنا كعديد بنقسمهن بين الامتحانات اللي رح نعمل امتحان نص البقروت اللي رح نقدمه للكيمياء الخارجة وامتحان الجامعة. طبعا احنا هسه بنتعلم بالضبط زي اي طالب جامعي، وحتى رح نروح بشهر 4 ان شاء الله على الامتحان، وزي اي طالب جامعي بفوت على قاعة الامتحانات ورح نقدم الامتحان. شعورك لما تدخلي على انه انت بلشت حطيتي اجرك الاولى في الجامعة، ومش اي جامعة، جامعة الأبيب اللي هي جامعة مرموقة، وانت لازلت بالصف الحادي عشر. طبعا انا هذه الفرصة انها تجي لي فرصة يعني اكيد بتتكررش، وانه المدرسة قدمت لنا هيك عرض، فهالشيء كثير منيح، خاصة انه طلاب المدرسة بشكل عام لما يفوتوا على الحياة الجامعية خاصة الطلاب العرب بواجهوا كثير تخوفات. ف الفرصة انه نتعرف على الحياة الأكاديمية من قبل ما ندخل الجامعة بتمنح لنا الفرصة انه نتعرف اكثر على الاجواء هناك، وبسهل علينا لقدام ان شاء الله بالجامعة. ميار التعليم في هذا في هذه الدروس اللي في اطار الجامعة وتنسيق ما بيكون بالعربي ولا باللغة العبرية؟ طبعا بيكون باللغة العبرية عشان تتطور اللغة العبرية عندنا كطلاب عرب عايشين بدولة يهودية وعبرية باللغة العبرية طبعا، عشان يساعد الطالب انه يخوض تجربة أكاديمية بجامعة تل أبيب مع لغة عبرية مناسبة، بحضرونا من هسا لحديت ما نفوت الجامعة. حدثينا عن مشاعرك لما تدخلي على الدرس في الجامعة وانت بنت صف 11 وصرت زي مثل ما كنت لزميلتك اجرك الاولى صارت في الجامعة. طبعا هو شعور قيم مرموق بالمشاعر العالية انه انا بدرس بمستوى اكاديمي وانا طالبة ثانوية، كيف انا قاعد بتجهز لجامعة، وكيف انا حاسس بشعور الطالب الجامعي وانت بعدك ساعه مش مخلصه الثانويه صغيره. بالضبط. نبأ اجبار زميلتك ناي ذكرت انه الطالب العربي لما يروح على الجامعه بيواجه تحديات ومخاوف وكذا، من بينها عائق اللغه. وعلى فكره قرينا ابحاث ومعطيات بالارقام اللي بتتحدث انه في طلاب بيضطروا يغيروا موضوع بعد سنه اولى تعليم في الجامعه. هل هذا انت بتشعر انه هذه البدايه الان من صف 11 بتخفف عليكم كل قضية وطأة اللغة العبرية، مع أنكم أنتم بتدرسوا عبري ولكن بتمارسوهاش بالشكل اللي بيمارسها ابن الجامعة؟ صحيح. أنا يعني بالبداية بكيت متخوفة يعني إنه من هاي التجربة، بس بذات الوقت بكيت كثير يعني متحمسة، لأنه خلص زي ما قلت إنه إحنا بدنا نحط إجرنا الأولى بالجامعة، زي تقوله فيش رجعة من هاي الموضوع، يعني بنقدر إحنا إنه نغير تخصص بالجامعة، بس هنا إحنا خلينا نقول إنه استبقتوا مرحلة التخبط. صحيح. يعني بتوفروا على حالكم وقت. بدي أسألك ناي حاج يحيى، هل لديك تصور شو بدك تدرسي بعد ما تنهي ثانوية؟ طبعا أنا عندي تصور، خاصة إن من زمان يعني بميل لهذا الإشي اللي هو المحاماة. صح أنا الإشي اللي بدي أدرسه هو غير عن التعليم الثانوي، أيوة، خاصة هاي الكيمياء اللي دخلناها، خاصة إنه بجامعة تل أبيب بمنحنا نقطتين للجامعة تل أبيب. أما برضو يعني أنا الفرصة بالنسبة إلي إني أروح على الجامعة وأقدم هيك امتحان هي لحالها كافية ووافية. ليش محاماة بالذات؟ لأن بشوف إنه بحب، يعني أنا من زمان وأنا صغيرة بحب هاي بحب كل شيء بخص السياسة. هذه الأمور. طيب نفس السؤال لما يار جبالي، قررت شو بدك تدرسي بعد المرحلة الثانوية؟ طبعا قررت أدرس طب. طب. نعم، لأنه الطب شغفي من وأنا صغيرة، ومن وأنا صغيرة لقبوني بالعائلة دكتورتنا، بما إني أنا الأخت الصغيرة بالعائلة لقبوني بدكتورتنا، وكانوا ينادوني دكتورة وخاص أنت لازم تطلعي دكتورة. بدكش تخيب يعني أمل العائلة. صحيح. السؤال الطب اليوم عالم كبير، بعد قليل لدينا بروفيسور في طب الأطفال بروفيسور لطفي جابر، أكيد شفتوه في غرفة الانتظار. هل في عندك نظرة لأي تخصص؟ طب نساء، طب أطفال، طب عيون، ولا بعد هذا الإشي تخصص معين؟ لا، بس أنا مايلة لتخصص الجراحة القلب، بما إنه إحنا بنتعلم بالثانوية كيف ما أنا هسه بتعلم تخصص القلب، دخل هاي الإشي
منظوره وخلاه بشكل اعمق ومثير للاهتمام. بتشرحه قلب بالمدرسه حاليا؟ في عليه؟ لا لا، اما في مرحله راح توصلوا هذه ولا مش مطلوب منكم؟ حاليا بالثانويه ما اعتقد، بس ان شاء الله لما اكبر من سن بشرح. اجبار نفس سؤال لصديقاتك زميلاتك، قررتي شو بدك تدرسي بعد المرحله الثانويه؟ قررت بدي ادرس صيدله. سبب اني بدي ادرس صيدله هو انه في عندي فضول اني اعرف كيف بيصنعوا الادويه وكيف بيصنعوا الكريمات تاعت مثلا الايدين العلاجيه. وخصوص انه دكتورتنا اللي بتعلمنا بالمدرسه المعلمة اسراء هي كثير يعني بتخرفنا عن كيف بيعلموا الصيدله بالجامعات. فانا صار عندي عن جد فضول اني اروح واخذ هاي التجربه زي صيدله تاخذ عمليه اعداد الادويه مش بس بيعها او صحيح. تحضيرها، مع انه برضه هذا مش قليل. مين بشجعك؟ مين بشجعك ناي؟ اول شيء انا اهلي، يعني هم الداعم الاول. يعني اول ما طلعت هذه الفكره اكيد كان في كثير تخوفات، لانه في خوف بحال لا سمح الله احنا جبنا علامه اللي هي ما عجبتناش، احنا كيف بدنا نرجع نقدم البقروت العاده. طبعا امي هي الدعم الاولى الي، وطبعا معلميني بالمدرسه مربيتي المعلمه حراء حجحيا ومعلمتي لهذا الموضوع مش مشكله مربي صفي المعلمه حراء حجحيا ومعلمتي الكيمياء اسراء حجحيا. ما ذكرتيش اسم امك، قولي اسم امك اللي بيشاهدوك وما بيعرفوكش. لينا حجحيا. وانت نبع جبارة، مين بشجعك؟ مين باخذ بايدك وبيدفعك لقدام؟ اختي الكبيره اللي هي اسمها حليم جبارة، هي مشجعتي الاولى، ومن بعدها امي وابوي. طبعا ما بنساش فضلهم، شكرا لهم. سؤال ميار جبالي، مين بشجعك ومين بدعمك لحظه بعطيك دفع للامام؟ طبعا انا من مشجعيني هم اهلي اكيد اول شيء، وبعدها خواتي. بما انه انا عندي 4 خوات كلهن بتفعلي النجاح وبشجعنا، وبعدها طبعا معلمينا بالمدرسه، مربية صف المعلمة فريدة ومعلمة البيولوجيا كمان، بما انها هي كثير بتاخذنا كاولادها بالنسبة لها. المعلمة إسراء حجحيا جبالة، حكت ناي حجحيا إنه في مخاوف معينة لما دخلتوا هذه التجربة. السؤال، بأثرش تعليمكم في هذا المشروع على تعليمكم في باقي المواد، على تحضير أنفسكم لباقي المواد، ولا الإشي متناسق وبرنامج معين ثابت؟ البرنامج هو طبعا تحدي كطالب ثانوي، لكن احنا منسقين الإشي مع برنامجنا، بنتعلمه بالبيت وكمان بنسبة من حصصنا بالمدرسة. بتشعريش بضغط معين بسبب انك تخوضي هذه التجربة، ولا الأمور ماشية؟ بالعكس، المعلمة إسراء حجحيا هي كثير مسهلة علينا هاي المشروع، وإحنا بنتعلمه، وهو يعني زي تقولوا جزء من المادة الأساسية للمدرسة. طبعا أهم شيء هو تنظيم الوقت، بدنا نعرف كيف ننظم وقتنا. يعني إحنا قررنا أنه ندخل هيك تجربة بدنا نكون كدها، بدنا نعرف ننسق وقتنا، وكمان احنا زي ما حكت نبأ نتعلم قسم من هاي المواد مع معلمتنا، بس طبعا بضل قسم اللي هو لحالنا بالدار، لانه الماده هي ماده بمستوى عالي، مستوى اكاديمي، فاحنا اكيد بحاجه برضه جهد كبير منا بالدار. بدي اشكركن على حضوركن، اتمنى لكن النجاح والتالق، وكل واحد شو ناوي تتعلم انها تنقبل وتنجح وتتميز فيها. طالبات مدرسة اعمال الاخوة الثانوية الشاملة على اسم المرحوم يوسف شاهين في الطيبة، ميار جبالي وناي حجحيا ونبا اجبارة، شكرا على حضوركن. شكرا. الان سنخرج الى فاصل ونعود مع ضيف جديد، هو البروفيسور لطفي جابر، ابقوا معنا.